طيب المحاضرة اللي فاتت كذلك حكينا عن التراي والاكسبت. خلي بالك هذا التراي والاكسبت من ضمن احنا في شابتر 3 conditional execution. من ضمن الconditional execution حكينا التراي والاكسبت. ايش مفهوم التراي والاكسبت؟ انه انت عندك كود، الكود هذا فيه خطورة انه هو يتنفذ، فروح بحطه او بحوطه بالتراي والاكسبت. ليش احنا حطيناه ضمن الconditional execution؟ لانه تنفيذه شرطي. ليش؟ كيف يعني شرطي؟ اذا اشتغل الكود تبع التراي كود تبع الاكسبت بيشتغلش. اذا ما اشتغلش كود التراي هيو اذا فشل ساعتها كود الاكسبت بيشتغل. عشان توضح الفكرة بدنا ننتقل هنا للكود. طيب حقيقة ممكن اطلب منك انه انت تعمل كالكوليتر آلة حاسبة، تمام؟ حقيقة الآلة الحاسبة نص السؤال انه انت مثلا بدك تدخل رقمين بالاضافة للعملية الحسابية، ممكن اقيدك بالعملية الحسابية، بدي ثلاث عمليات، بدي اربع عمليات حسب نص السؤال. فالمدخلات انا عندي قديش؟ ثلاثة اللي هو الرقمين بالاضافة للاشارة. فالرقم الأول ممكن نحكي N1 اختصاراً بشكل سريع نمبر 1 أو هاي نم 1. إيش بيساوي؟ بدخله فلوت. ليش فلوت؟ لأنه على حاسبة بتتعامل مع أرقام، ممكن تتعامل مع أرقام عشرية. Input، وهنا بدي أحكي له إنه Enter بعديها ممكن أدخل الرقم الثاني وهنا second وهنا ممكن احط الاشارة بيناتهم اسميها اوب والاشارة ايش التايب تبعها؟ ايش احولها؟ خليها string زي ما هي، خليها string زي ما هي. فبالتالي هنا حتكون input انه enter. الانبوت دائما بترجع على string. نعم الانبوت دائما بترجع سترينج. طيب كيف بدي احدد انه عامل جمع او طرح؟ ورقه الحضور وين وصلت يا شباب؟ ورقه الحضور وين وصلت؟ مرر يا استاذ، مرر وهات جيب لي اياه. فبالتالي بدي احط اف ستيتمنت. اف ستيتمنت هنا بفحص اذا الاشاره بتساوي هاي الاشاره ساعتها تعود دائما انه انت ما تكملش الكود، انه انت تكتبه بشكل جزئي وتجرب كل مره. ليش؟ لانه انت لما تكتب كود كبير وتحاول انه تشغله بيطلع لك اخطاء كتير بصعب عليك انه انت تحلها. لكن هنا تكتبه بشكل جزئي وتحاول تشغل انه تتاكد انه شغال ولا مش شغال، يفضل انه تسوي زي هيك. فهي ممكن انا افحصها بعملها ران، تمام؟ هاي الرقم الاول 3 او 2 هنا زائد
ثلاثة أو أربعة يفترض إيش الناتج يطلع؟ ستة. يبقى شغال. كان حدا فيكم يسأل إنه أنا لو دخلت شغلة تانية اثنين، هاي الإشارة إيش هي؟ مرفوعة على القوة أربعة، إيش راح يصير؟ سينتاكس إيرور. إيرور في حدا بيقول غير هيك؟ لن يحدث شيء، مش حيصير ولا حاجة، لأنه ببساطة أنت تعال فكر فيها، هل الإشارة تساوي جمع؟ فولس، يبقى خلاص حيطلع، مش حيسوي ولا شيء. في فرق بين الإيرور وإنه أنت عندك شرط مش حيتحقق وحي يعني يكمل البرنامج عادي، مش حيصير ولا شيء. شرط مش حيتحقق. تمام؟ هجيت هنا يا أستاذ اللي بتكتك في القلم سيب القلم. توترناش معك. هاي بدنا نحطها في 1000. لأنه إذا كانتش موجب بديش أحكي الحالة المغايرة، لأنه ممكن تعمل عدة عمليات، بحكي 1000 بدي أفحص إذا كانت سالب، ساعتها بدل ما يكون جمع بيصير ممكن أعمل كمان إشي برضو بالألف. هنا ضرب وهنا بعمل قسمة، وهنا برضو بكون قسمة، وممكن نعمل الباور إذا كانت ساعتها إيش بدي أسوي؟ هنا ساعتها إلس، بس إحنا عنا في البايثون الباور زي هيك لسه ما أخذناش واجهات، وإنه أنت تحطها في بطن وتحط إشارة الباور. احنا بنحكيش على واجهات الان، احنا بنحكي على مبادئ لغات، يعني مبادئ المفاهيم الاساسيه في البرمجه، افهمها واستوعبها، بعد هيك الواجهات بتيجي. اذا انت صرت مبرمج بتبرمج بطريقه صحيحه، الواجهات هذه تحصيل حاصل. فبالتالي احنا ما دام نتعامل بالكوماند لاين لغايه الان، فبدك انه تشوف كيف اشاره الباور. انا عندي زي هيك، تمام؟ انت ايش بدك اشارة الباور؟ بدك اياها زي هيك؟ ممكن نعملها زي هيك. ما انا هنا بدي احط لك إلس. ايش الإلس؟ غير هذا كله اللي فوق. ساعتها بحكي له هنا unsupported او operator not supported. هاي الإشارة اللي انت بتحكي عنها مش مدعومة، فبالتالي زميلك بيحكي بده يقول انه هو بده ياخد 45 تقسيم 3 او 4، ايش الناتج؟ العملية غير مدعومة. فبالتالي هو ايش بفحص هنا؟ هل هي جمع؟ لا. ناقص؟ لا. نجمة لي ضرب؟ لا. قسمة؟ لا. أس؟ لا. كيف؟ لو حطيتها بتحب بنفع بمشي الحال. ليش بتطلع 10؟ آه بتطلع النتيجة 10. ماشي، ما هو زميلك بده إياها إنه تكون نفس إشارة الباور، عملنا له إياها. تمام؟ كيف؟ هاي انت لما تلاقي انت عندك في الآلة الحاسبة بتلاقي إشارة الباور انه بتلاقيها زي هيك، تمام؟ ولما انت تلاقي في النصوص، يعني انه انت عندك في التكست انه مثلا 2 هات 3 معناها 2 أس 3، فهاي انه شكلها زي هيك او النجمتين. طبعا مش معناه هذا الكلام انه انت تروح تسوي لي زي هيك، لا، هذا كلام مش صحيح. بدك تستخدم الباور في البايثون بدك تحط نجمة نجمة بس.
اما هاي انت بدك تفحص مدخلات دخلها المستخدم، ايش هي الاشاره؟ يلا يا استاذ يلا. تمام؟ طيب شغل. حكيت دخلنا الرقم الاول 4+3 قديش؟ شغل. طيب 3-5 -2 وين؟ هاي الضرب حاط عامل أس، هاي الضرب وهي إشارة ضرب، هذه نجمتين، نجمتين يعني بواب. هاي الإشارة معناها أس. شايف يا أستاذ أنت لما يعني خلاص بدون يعني انسوا الموضوع خلاص، هيها زي هيك. تمام؟ بس بتعمل كل العمليات في انت هو حدش انت تقريبا يعني مثلا انت فيرست نمبر مع الوتريت مع السكند نمبر نفس ممكن تعملها بالايفال، ممكن تعملها بالايفال ماشي، بس انا بدي اشرح لك انه انت كيف انه انت تاخذ المدخلات وتاخذ الاوبريتور بشكل منفصل. تمام؟ وعشان بدي اعدي لك كيف انه انت تتعامل مع الاكسبشنز. والموضوع اللي انا بحكيه الان ايش هو مفهوم التراي والاكسبت، هينا بدنا نجرب. انت في عندك فعليا نوعين من المستخدمين، مين هم؟ مستخدم غلباوي ومستخدم على نياته. مستخدم على نياته بيجي بيحكي مثلا بده يحط 90، حط 9 بدل ما يحط 0 حط داش وهو مش شايف، هي الصفر جنب الداش وعمل انتر. المستخدم العادي مش حيقدر يفهم هذا الكلام. نيجي للمستخدم اللي بتفزلك. ايش المستخدم اللي بتفزلك؟ دخل الرقم الاول، ممكن يجرب اي حاجه بتخطر على بالك وبتخطرش على بالك، ممكن يجي يعمل لك زي هيك. بدي اشوفه شغال ولا لا. شغال. ايش بروح بعمل؟ مش شغال برنامج. مستخدم الغلباوي بيجي بيقول مش شغال برنامجك. يفترض يجي يقول لي انه لا في المدخلات هذه كذا كذا مش شغال برنامجك. ممكن يتفلسف عليك اكثر من هيك. تمام؟ دخل الفيرست نمبر، روح بقول لك 5 مش شغال. مش بقول لي دخل نمبر، هاي نمبر هاي و 5 مش شغال. تمام؟ فساعتها انت كيف ممكن تحل هاي المشكلة؟ بدك تقول له انه حاول انه انت تاخذ مدخلات، هذا كله بده يكون تابع للتراي. شايف كيف علمته كله وبتعمل تاب. شايف كيف المستوى تبعه صار تابع للتراي. تراي نقطتين. حاول انه انت تنفذ هذا الكود. في حال صار معاك استثناء من المستخدم اللي على نياته او المستخدم اللي بتفزلك، ساعتها بتروح بتنفذ لي هذا الاستثناء. اكسبت يعني استثناء، لانه هذه الشغله نادره، يعني اغلب المستخدمين مستخدمين عاديين لا بتفزلكوا ولا بتفلسفوا. تمام؟ قله من المستخدمين اللي هم بتفلسفوا، عشان هيك بنحكي عنه استثناء. ايش بدي اقول له؟ اطبع له رساله انه خلي بالك انه الانبوت must be numeric. numeric يعني رقمي. تكتب ليش ارقام بالحروف، تكتب ليش 5 f i v e، اكتبها ارقام. تمام؟
فبده يجي اللي بتفزلك بيجي بقول 5. انبوت ماست بي نيوميريك. انا ماشي لازم ادخله ارقام. بسكت ساعات تديلوش مجال يتفلسف عليك. تمام. ونيجي للمستخدم العلنيات وبيجي بدخل 9. وهنا بدل هاي المرة الانتر جنب الكوتيشن انا عندي في الكيبورد، فاصبع كبير شوية لما اجيت ضغطت هاي ضغط على الكوتيشن اول وجنبيها الانتر انبوت ماست بي نيوميريك. هذه الرسالة مفهومة لطيفة غير عن الايرور السابق فاليو ايرور، مش حيفهم هذا الكلام. تمام. فبالتالي هنا انبوت ماست بي نيوميريك انا ايش مدخل؟ مدخل كوتيشن هاي مدخلها بالغلط. تمام. فبالتالي هنا انت بتشعر المستخدم ايش هو الخطا، وانت اكيد قبل هيك واجهت الشاشه الزرقاء في الويندوز. عارف الشاشه الزرقاء اللي في الويندوز؟ خلاص بدك تعيد تشغيل الجهاز، ما فيش مجال، البرنامج انهار وبدك تعيد تشغيل الجهاز. او عندك في المستعرض في الفايرفوكس او الكروم، اذا بتستخدم كروم بقول لك حدث خطا في برنامج المستعرض وبدك تعيد تشغيله. خلاص فيش مجال انه انت تستمر في التصفح، بدك تعيد التشغيل. فيفترض انه انت تعالج كل الاخطاء عندك في البرنامج. تمام. طيب ايش رايك انه انا اجيت دخلت هنا 3 تقسيم 0 طلع لي نفس الرسالة مع انه ندخل ارقام؟ ايش المشكلة؟ بنفعش نقسم على صفر. بالله عليك قل لي انت عندك 3 تفاحات بدك تقسمها على ولا شخص، صفر من الاشخاص. بالله عليك قول لي كيف بدك تقسمها؟ واللي بيقول لي 3 بيكون في مشكله هنا. 3 تفاحات على 1 ماشي 3، لكن على 0 اذا بتقول لي 3 بيكون في عندك خلل في التفكير. عدي بدي اخذ اسمك لقيت بس ترجع. تمام. فانا عندي هنا خطا ثاني، كيف بدك تشوفه؟ هاي بدي الغي لك هاي والغي لك التراي ونرجع كل حاجه زي ما كانت. كيف بدي ارجعها؟ بتعلمهم زي هيك شفت مع تاب، زحتهم هيك شغل. حقيقة انت لما تحط زي هيك ايش بيطلع؟ فاليو ايرور. لما تحط 3 تقسيم 0 لا ايرور مختلف، زيرو ديفيجن ايرور. ما ينفعش تقسم على صفر. فبالتالي ما دام انا عندي ايرور مختلف في عندي امكانيه في الاكسبشن ان انا اعمل استثناء لكل خطا. وهذه بالمناسبه زيرو ديفيجن ايرور بدك تضيفه لقائمه الاخطاء اللي احنا اخذناها. تمام. زيرو ديفيجن ايرور. تمام. زيرو ديفيجن ايرور انه خطا بصير عند يعني لما تقسم على صفر. طيب فبدي ارجع التراي وركز معايا كويس. لما اعمل اكسبت ساعتها الجديد هنا انه انت بدك تحدد ايش هو الايرور، فبتحط الفاليو ايرور. اول ما تحط الفي شايف هي جاب لك اياه فاليو ايرور، فبتقول له شغل لي هذا الكود الاستثنائي لما يصير معك الخطا تبع الفاليو ايرور تبع المدخلات. ايش بتقول له؟ بتقول له الرساله انه انبوت ممكن كمان اعمل استثناء ثاني، ممكن هاي كمان اكسبت. ايش اسم الايرور؟ حط بس حرف الزي لحاله بجيب لك اياه. ايش بدك تعمل؟ لا يمكن القسم على صفر. ممكن
لا لازم تقول له انه يعني لا عند الخطا هذا تحديدا بدك تقول له لا يمكن القسمه على صفر، هذا الخطا بنتج عند القسمه على صفر، فبالتالي طلع له رساله واضحه عشان يعرف ايش عمل. تمام، شغل الان. هاي اذا انت بتحط input must be numeric، جرب 3 تقسيم 0 طلع لي الرسالة المختلفة اللي هو cannot divide by 0. تمام، ففعليا try will accept انه انت بتطلب منه يحاول ينفذ هذا الكود، زبط معاه هذه الجزئية مش راح تتنفذ، ما زبطش حتتنفذ واحدة منهم حسب ايش؟ حسب الايرور. اذا كان فاليو ايرور كلهم ايرورز، بس ايش نوعه؟ فاليو ولا ديفيجن؟ زيرو ديفيجن، ديفيجن يعني قسمة. تمام؟ واضح يا شباب؟ نعم، تحط اكسبت قد ما بدك، لتراي مرة واحدة. نعم، ممكن انت هنا تحط print welcome to my calculator. وهنا بعد ما تخلص بتعمل print good باي. وإذا بدك تكون زي تعون الدعم الفني تبعون شركة الاتصالات have a nice day. تمام، فأنت لما نتشغل تمام هاي 3 تقسيم 2 تمام يا شباب؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طيب